السيدة توريا العزاوي نائبة برلمانية عن جهة الرباط سلا القنيطرة. اليوم يعني نظمت الاتحادية عملة الرباط اللي كانت رأسها تحت إشراف التنسيقية الإقليمية الرباط. اليوم درنا واحد الندوة اللي هي كانت مهمة جدا، هي حول إشكالية هذا المائي بالمغرب التحديات والأفاق. حقيقة كانت ندوة جد مهمة، كانت ندوة فيها خبراء اللي هما متحدثين محاضرين، وكان واللي كان يعني حضر لهذا اللقاء كان هناك المجتمع المدني، وكانوا برلمانيين، وايضا كانوا خبراء اللي هما فعلا عطاو واحد الصوره، واحد الصوره شامله على كل ما كيتعلق يعني بالماء، التدبير ديالو، تحدثوا على التكنولوجيا، تحدثوا على جميع الوسائل والمكونات اللي كتجعل هذا الماء هذا نكونوا نحافظوا عليه. وايضا كانت هناك تفاعلات، كان شباب، كانت تفاعلات جد ايجابيه، واللي يعني اكتشفنا هو انه الجميع يعني عنده واحد الهاجس كبير على هذا التدبير الماء، وكيف كان يعني كان عندهم واحد الهاجس كبير. وفي نفس الوقت انا كنعتبره اليوم هو كهاد الندوه هذه هي كندوه اللي هي ندوه تثقيفيه، ندوه توعويه، اللي فعلا عطات واحد الصوره شامله كيفاش مثلا غادي ندبروا الماء، كيفاش مثلا كاع جميع الاشكاليات والتحديات اللي كتواجه هذا الماء هذا. وحنا جد فخورين لان الحزب باش كينظم هاد الندوات يعني بهذا الشكل اللي هي جات في السياق، يعني كانت فرصه لي باش في نفس الوقت باش نتكلموا حتى الحصيله اللي كنقدمها السيد رئيس الحكومه في البرلمان، وكانت عندنا فرصه لان باش كنوصلوا هاد العمل وهاد الجديه واللي كيقوم بها الحزب وكتقوم بها الحكومه برئاسه السي عزيز اخنوش، اللي حنا اليوم كنفتخروا كمغاربه، كنفتخروا بهذه الحصيله اللي كانت هي حصيله يعني ايجابيه، حصيله يعني كانت حصيله قويه، حصيله اللي لمسنا فيها ولمسوا فيها المغاربه كاملين، لمسوا فيها واحد الجديه ولمسوا فيها واحد العمل، واحد الرؤيه. من طبيعه الحال هي بفضل صاحب الجلاله الرؤيه ديالو دائما كانت ايجابيه، ولهذا كنشكر الجميع الحضور ديالهم، وكنشكر الجميع اللي ساهم، وايضا كنثمن العمل اللي كيقوم به السيد رئيس الحكومه الى على المستوى في الحكومه، وعلى على المستوى الدولي، وعلى المستوى الوطني، وايضا على المستوى الحزبي، لان فعلا كانت هناك يعني واحد التغيرات لمسناها في الحزب فيما يخص تنظيمات الموازيه، الى درجه اننا كنستقطبوا العديد من المنخرطين والمنخرطات اللي هما فعلا العمل ديال الحزب والتنظيمات ديالو والاستراتيجيه اللي غادي بها السيد الرئيس اللي خلات هاد الشباب وهذا كيلتحقوا بنا وكيتمنوا العمل والمجهودات اللي كنقوموا بها. ولهذا احنا دائما يعني في رغم ان احنا حزب التجمع الوطني احرار، وكما كنقولوا في الشعار ديالنا دائما نواصلوا المسار. رشيد الطاهري عضو في الاتحاديه ديال الرباط. صراحه في اطار افتتاح الحزب على المواضيع ذات اولويه للمجتمع المغربي، يعني رأينا اننا نديروا هذه الندوه هذه بخصوص الاجهاد المائي، خصوصا ان هذا الورش هذا عنده واحد الاهميه كبرى. وصاحب الجلاله نصره الله كانت راس عده لجان عمل بخصوص الوضعيه الدراهنه ديال الماء، يعني وبالتالي كان هذا اللقاء اليوم فرصه لتقريب المواطنين وكذلك المناضلين على الوضعيه الراهنه ديال الماء، وكذلك الخطوره اللي واصلين لها الان. والمشكل كنا 3600 متر مكعب للسنه، هبطنا في ظرف 60 عام القل من 600 متر مكعب للسنه. كذلك كاين وضعيه جد مهوله بخصوص الواردات المائيه، وكذلك استنزاف ديال المياه الجوفيه، وكاين هذا المشكل دابا اللي هو ولا مطروح ديال تامين الماء الصالح
الشرب، وعلاقته مع الماء اللي هو ديال السخي، وكيفاش لقاو هذا التوازن بين هذه الاستعمالات. وكذلك هضرنا على المساله ديال التضامن المجالي، العداله المجاليه، انه خصنا نوفروا الولوج للماء سواء الساكنه اللي في المنطقه الجبليه او في الساكنه اللي في السفلى اللي في السدود. كانوا عده تدابير واقتراحات وحلول، سواء تعلقت الامر بما هو استراتيجي، يعني تقول بانه خاص تحيين واحد النظره استشرافيه لتدبير الماء، وبالتالي تطلب منه واحد التقييم دقيق للعرض والطلب في جميع المحاور المائيه. وكذلك هذا ما يمكنش نهضروا على انه تقييم ديال الوضع ديال الطلب والعرض بدون ما نتكلموا على خصنا واحد النظام معلوماتي مائي. كذلك خصنا اننا في اطار ديال العداله الاجتماعيه ان خصنا واحد النظام ديال التسعير جديد فيما يخص الولوج للماء، فيما يخص الصرف الصحي، فيما يخص معالجه المياه. وبالتالي يعني هاد المشاريع اللي صاحب الجلاله امر بها بالتسريع ديالها في اطار ديال المشروع البرنامج الاستعجالي، فخص ولا بد تعبئه الجميع. القطاع الخاص خاصو يقوم بالاستثمارات. دابا كاين تنقولوا بانه كاين مشاريع كبيره، برامج كبيره ديال تحويل الماء من بين الاحواض، من حوض سبو وحوض ام الربيع وحوض ديال ابو الكراك. وبالتالي كاين كذلك برامج لتحليه ماء البحر، وكذلك مساله ديال نقل او استعمال المياه المعالجه. فهادو برامج جد طموحه تطلب انه استثمار القطاع الخاص. كذلك كاين مشكل اخر، من غير اننا نتكلموا على العرض ديال المياه اللي هي تقليديه، مي كذلك العرض بخصوص المياه اللي قلنا غير تقليديه اللي هي تطهير اعاده المياه المستعمله، المعالجه، وكذلك تحليه ماء البحر. كاين مساله مهمه جدا هو الطلب، لان الطلب هو اللي مهمته. وكذلك كاين انه خاصنا نشوفوا في كاين الخلل، في كاين انه كاين بعض الماء تبدير من طرف الساكنه، كاين مشكل ديال الليفويد ديال لو في لي كانو ديال سواء بالسخي سواء بالشرب. وبالتالي يعني كاين واحد المقاربه شموليه اللي خاصها تكون تشمل العرض والطلب. وكذلك يعني حاولنا اننا نركزوا على المفهوم والقيمه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الماء. وكذلك يعني ما يمكنناش نعالجوا هذه الاشكاليه ديال نضره الماء بدون اننا تكون عندنا واحد تضامن اجتماعي، تضامن بين الفئات المختلفه ديال المجتمع، وكذلك التضامن بين الاحواض. وحنا كنا الحمد لله كنا ثقه، لانه المغرب بلد رائد في تدبير الموارد المائيه في عهد جلاله الملك ناصر رحمه الله الحسن الثاني. كان المغرب معروف بسياسه السدود. الان الحمد لله دابا كاينه ظرفيه اخرى، كاين تقنيات اخرى. كنا نتكلموا على التحول الرقمي، تنتكلموا على هذا النكسيس بين تدبير الماء وتدبير الطاقات المجدده وتدبير الامن الفلاحي. فبالتالي يعني كاين هناك جو اخر، تقنيات اخرى، رؤيه اخرى. وبالتالي يعني ديما خاصنا نكونوا حنا السباقين، واحد السباقيه في هذا المعالجه ديال هذه المساله. فكاين هناك يعني خرجنا بحلول وتوصيات اللي هي ذات طابع استراتيجي، كاين طابع تنظيمي، ذات طابع تقني، ذات طابع اللي هي ديال التحسيس وتوعيه، وركزنا على الطابع الاستعجالي ديال هاد كاع التدابير. ودابا باش خرجنا انه غادي يكون واحد لا بريوريزاسيون ديال لي ريكومونداسيون، واللي غادي تطلع ان شاء الله التوصيات غيطلعوا توصل بهم رئيس الحكومه السيد علاش خنوش. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.